بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبنعمته وقوته تتم الصالحات وبحوله وعصمته تجتنب السيئات. أحمده على فضله وإحسانه أتم حمد وأحسنه وأنماه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون للمؤمنين فرجا ومخرجا وسرورا، وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا، رب تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق، انما الاعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. نعم. طيب، ثم الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد. ذكرنا من أوصافه تعالى الواحد القديم، يعني فالمحدث للعالم هو الله تعالى الواحد القديم. ثم يعدد بعض صفاته أخرى: الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد. نعم، ذكر سبعة من الصفات: حي، قادر، عليم، سميع، بصير، شائي، مريد. هنا الشائي والمريد كلاهما مترادفان كما سيأتي، المشيئة والإرادة مترادفان. وكذلك فيما بعد عندما يعدد صفات الله سبحانه وتعالى، يعني هناك بحث مستقل عن صفاته تعالى، وهناك يعدد، يعني يبين مبادئ هذه الصفات، يعني الحياة، القدرة، العلم، والسمع، والبصر، المشية والإرادة، يبين هذه المبادئ لهذه الصفات هناك. لذلك اكتفى به المصنف ولم يبينها، المصنف والشارع نعم لم يبينها هنا. نعم. ثم لأن بديهة العقل، نعم، بدون بيان مبادئ هذه الصفات ومعانيها بدون تعريفها، يذكر الشارح دليل إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى: لأن بديهة العقل جازمة بأن محدث العالم على هذا النمط البديع والنظام المحكم مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات، على أن ألدادها نقائص يجب تنزيه الله تعالى عنها. لأن بديهة العقل، يعني ثبوت هذه الصفات لله تعالى ضرورية بديهية. هذا متى تكون بديهية وضرورية؟ يعني هذه الصفات متى يكون ثبوت هذه الصفات ضرورية بديهية؟ بعد أن ثبت بالنظر أن محدث العالم هو الله تعالى، فهذا أثبتنا سابقا، بالنظر أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى محدث للعالمين. لو كان محدثا للعالمين فكونه حيا قادرا سميعا عليما بصيرا شائيا مريدا وهو من البديهيات. نعم.
جازمة بديهة العقل جازمة بأن محدث العالم. نعم. على هذا النمط كيف أحدث العالم؟ على هذا النمط البديع، على هذا المثال البديع الغريب. والنظام المحكم كذلك نظامه محكم مثبت بدون أي خلل مع ما يشتمل عليه. ثم هذا العالم نمطه بديع كذلك نظامه محكم ومع ذلك يشتمل عليه، يشتمل على هذا العالم، يشتمل على ما يشتمل من الأفعال المتقنة. هذه آثار صنعه تعالى وخلقه، هذه أفعال متقنة. كذلك النقوش مستحسنة، يتحير كل عقل أمام هذه الآثار النقوش، وكذلك أمام هذا النظام هذا النمط يتحير. لا ليس التحير فقط، بل هذا الإنسان رغم عقله وإبداعه وكذلك يعني مهارته حكمته، هكذا يوجد عند الإنسان قدرات عديدة، مع ذلك لم يستطع أن يصنع مثالا لهذا العالم كما هو العالم، لم يستطع. مثلا هذه الكواكب والنجوم وكذلك هذا الأرض والشمس والقمر، جمعا بين هذه الكواكب والنجوم لم يستطع الإنسان أن يصنع مثالا لعالم. ما هو يصنع يعني شيئا شيئا جزئيا فقط. ثم لم يستطع الإنسان أن يعين وضبط حركات بعض الكواكب حتى الآن، وهذا علم الفلك عندهم هذا اشتهر عن القمر، أن القمر يعني غير مقبول ملحوظ، معناه لم يستطيعوا يعني أن يلبطوا حركته لبطا تاما، يعني هم يلبطون يعني ظنا فقط ليس يقينا ولا لبطا تاما. ثم هكذا يعني كل هذا يدل على أن المحدث ينبغي أن يكون حيا قادرا عليما سميعا بصيرا مريدا، لا يكون بدون هذه الصفات. هكذا ذكر أولا دليلا، ثم يذكر دليل علاوة على أن أضدادها، علاوة على ما سبق من الدليل أن أضداد هذه الصفات، أضداد يعني عدم الحياة عدم القدرة، عدم الحياة إما يكون جمادا أو ميتا، عدم القدرة يكون عاجز، كذلك جاهل، عدم السمع يكون عمى، كذلك لا السمع يعني يكون خرس أصم، يكون أصم صمم في الأذن خرس في اللسان. ثم البصير عدم البصر العمى، ثم الشائي والمريد يعني لو لم يكن المشية والإرادة إما يكون مضطرا، نعم لا يكون فاعلا مختارا بل يكون مضطرا. نعم. هذه أضداد نقائص يجب تنزيه الله تعالى عنها. نعم. وأيضا قد ورد الشرع بها وبعضها، فإذا هكذا ذكر دليلين ثم يذكر دليلا ثالثا. ماذا؟ وأيضا يعني كما ثبت أن الله تعالى حي قادر عليم سميع بصير شائي مريد بهذين الدليلين، هذا ثبت ببديهة العقل، كذلك ثبت بأن أضدادها نقائص يجب تنزيه الله تعالى، كذلك قد ورد الشرع بها، هذا دليل ثالث. لكن هناك في الدليل الثالث إيراد كما يبين يعني الشارح. هذا قد بينه مصلح الدين.
الكستلي في حاشيته وذكر بيانا لهذه العبارة لأن بديهة العقل جازمة. هو يقول لا يريد به أن اتصافه تعالى بهذه الأوصاف بديهي، لم يريد هذا، بل كبرى دليله ضرورية. أما صغرى نظرية، وتقريره أنه إذا ثبت أن الله تعالى هو المحدث للعالم والعالم كما ترى مشتمل، كما ترى يعني العالم كما ترى مشتمل، عالم مشتمل على ما على نمط بديع يرجع النظر عنه خاسئا. النظر يرجع عن بداعة العالم، إبداع العالم خاسئا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الملك كيف يرجع خاسئا وهو حسير. نعم، ونظام محكم، يعني العالم كما ترى مشتمل على نظام محكم لا يرى في خلقه من فطور، كما قال الله تعالى هل ترى من فطور، لا يرى. وفيه أفعال متقنة خالية عن وجوه الخلل، أفعال متقنة معناه ليس فيها شيء من الخلل. ونقوش مستحسنة، ما معنى نقوش مستحسنة؟ مقبولة عند العقل. والبديهة تشهد بأن من أحدث مثله لا يكون إلا حيا قادرا عالما شائيا يفعل ما يريد على مقتضى علمه وحكمته، فيكون تعالى موصوفا بهذه الصفات. نعم، يعني هو قال لا يكون إلا حيا قادرا عالما شائيا، ثم يقول أما السمع والبصر فلا دلالة عليها من هذه الجهة، بل ثبوتهما بالسمع أو بأن لديهما من النقائص فإن قلتا. نعم، لا يدل ما ذكر إلا على قادرية وعالمية مثلا، وأما أن لها مبادئ موجودة غير ذاته تعالى قائمة به على ما هو المذهب فلا قلت هذا القدر هو المقصود بالبيان في هذا المقام، فأما إثبات المبادئ فسيجيء من بعد. نعم، هذا كما سبق أن ذكرت. نعم، ثم بالنسبة إلى السمع والبصر ما ذكره ليس بسديد، بل هذا يدل على سمعه وبصره. الأعمى هل يجيد يعني هكذا الإبداعات؟ الأعمى هل يجيد؟ وكذلك الأصم هل يجيد؟ لا، بل يعني ممكن يكون دلالته عليهما يكون بخفاء لا يكون بوضوح كما يدل على سائر الصفات، هذا مسلم. نعم، ثم بعده قال على أن ألدادها نقائص، فيه أيضا للكستلي بحث، هذا دليل مقنع للمسترشد غير مسكت للجاحد، إذ للقائل أن يقول لا نسلم أن لها بأسرها ألدادا. إما الجاهد هكذا يقول هذه لا يكون لها ألداد، وهذا لا يكون مناظرة بل يكون مكابرة. هل يقول أحد أن لهذه ليس يعني ألداد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، بالنسبة إلى المحدث للعالم تعالى؟ هذا لا يقول به أحد. أما الجمادات بالنسبة إلى الجمادات لا يكون لهذه الأوصاف يعني ألداد، لماذا؟ لأن الجماد لا يتصف بالحياة وكذلك بعدم الحياة، ليس من شأنه أن يتصف بالحياة، لأجل ذلك لا يكون ضده عجزا له. أما بالنسبة يعني نتحدث في محدث العالم، لا يقول أحد أن ليس الألداد لهذه الصفات بالنسبة إلى محدث العالم. ثم ولو سلم فلا نسلم، هذا يعني تنزل ثم اعتراض. ولو سلم فلا نسلم أنها نقائص،
مطلقا بل بالنسبة إلى من شأنه الاتصاف بتلك الصفات. نعم، هذه الاعتراضات والإرادات كلها مندفية بقولي أن هذا كلام بالنسبة إلى محدث العالم. من هناك بدأنا، إذن محدث العالم بالنسبة إليه هذا نقائص. نعم، ولو سلم فلا نسلم أن من خلع عنها يجب اتصافه بألدادها. هذا مطلقا ليس بلازم، لكن بالنسبة إلى محدث العالم هذا لازم. ولهذا عدل عنه بعضهم إلى أوضح منه، وهو أن الخلو عن الصفات نقص يجب تنزيه الله تعالى، هكذا قال بعض. وعدل آخرون إلى أوضح منه أيضا، وهو أن المتصف بها أكمل من غير المتصف، فلو خلا تعالى عنها يجب أن يكون الإنسان أكمل منه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وهو بعد إقناعي. وإذا نقول هذا إقناعي، ليس هذا إقناعي، بل هي حجة عقلية قطعية. لماذا؟ لأننا تحدثنا بالنسبة إلى المحدث للعالم، هذا المحدث للعالم بالنسبة إليه ألداده نقائص. نعم، ثم بعد ذلك ذكر ثالثا أيضا قد ورد الشرع بها، ثم يقول وبعضها مما لا يتوقف، يعني هنا اعتراض، لذلك هو يجيب عنه. لو ورد الشرع بهذه الصفات لا يثبت بالشرع جميع هذه الصفات، هذا مشكلة. لماذا؟ لأن ثبوت الشرع يتوقف على بعض هذه الشروط، بعض هذه الصفات. نعم، ثبوت الشرع يتوقف على بعض هذه الصفات. لو كان كذلك فإثبات تلك الصفات بالشرع يكون فيه دور، لذلك لا يثبت به. هكذا اعتراض يجيب عنه. وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها، يعني بعض هذه الصفات المذكورة مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها، فيصح التمسك بالشرع فيها، مثلا كالتوحيد، يعني هذا ثبوت الشرع لا يتوقف على التوحيد، لأجل ذلك يجوز التمسك بالشرع على التوحيد بخلاف وجود الصانع وكلامه. فإذا يتوقف ثبوت الشرع على وجود الصانع وعلى كلامه ونحو ذلك. ماذا أراد بالنحو؟ يعني علمه، قدرته، إرادته. فإذا يتوقف ثبوت الشرع على هذه الصفات، وجود الله تعالى، وجود الصانع، كلام الله تعالى، علمه، قدرته، إرادته، فهذه الصفات لا تثبت بالشرع، لو أثبتت يكون فيه دور. قال مما ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه. نعم، إذن هذا أخيرا هو قال وأيضا قد ورد الشرع بها. نعم، فإذن هذا الضمير بها يرجع إلى ما؟ إلى هذه الصفات السبعة. ومع ذلك قال بعضها مما لا يتوقف فيه يتمسك بالشرع على ثبوت هذه الصفات، أما غير هذه الصفات التي يتوقف ثبوت الشرع عليه لا يتمسك به في إثباته، بل سبق الدليل في إثباته أيضا بقوله لأن بديهة العقل، وكذلك بقوله على أن ألدادها، فذاك كاف فلا بس. نعم، بيانا لهذا الكلام ذكر يعني جند الله إلى آخره، وقد ورد الشرع بها إلى آخره، أي بهذه الصفات المذكورة كلها. نعم، بها الضمير يرجع إلى الصفات المذكورة كلها كما يقتضيه السوق، يعني السياق، وليس شيء من الصفات المذكورة مما يتوقف ثبوت الشرع عليه، فيصح التمسك بالشرع فيها. هذا هو ظاهر كلام الشارع أولا، لكن قوله وبعضها مما يتوقف إلى آخره مشعر بأن البعض من الصفات المذكورة مما يتوقف ثبوت الشرع عليه. نعم، ورجوع الضمير إلى مطلق الصفات المذكورة في الضمن لا يخلو عن التكلف،
فإذا هو يريد يحاول أن يؤول يعني عبارة شعره برجاع الضمير في قوله بها إلى أين؟ إلى مطلق الصفات، لا يرجع إلى هذه السبع بل إلى مطلق الصفات. فإذا يكون بعض الصفات هكذا يتوقف ثبوت الشرع عليها، أفلا يتمسك بالشرع على ثبوته هكذا. لكن هكذا قال هذا تكلف، نعم هذا تكلف لا حاجة إلى ذلك. ثم رأيت، أنا رأيت في عشية عبد الحكيم السيالكوتي رحمة الله عليه على شرح اللقائد للدواني، يعني على شرح اللقائد العدودية شرحه لجلال الدين الدواني عليه حاشية لعبد الحكيم السيالكوتي، وحقق هذه المسألة في حاشيته، وجدت ما نصه. إثبات العلم بالدليل السمعي مشكل، يعني إثبات علم الله تعالى بالدليل السمعي مشكل. لماذا؟ لأن ثبوت الشرع موقوف على علمه تعالى. لماذا؟ لما تقرر أن علمه تعالى وقدرته وإرادته وكلامه هذه الأربعة مما يتوقف عليه الشرع، ثبوت الشرع يتوقف عليه. يعني لو لم يثبت علمه تعالى لا يثبت الشرع، لو لم تثبت قدرته تعالى لا يثبت الشرع، لو لم تثبت إرادته تعالى وكذلك كلامه تعالى لا يثبت الشرع، فلا يمكن إثباتها بالشرع هكذا. فإذا هذا كلام الشعر هو بعضها مما لا يتوقف على غاية التحقيق، على غاية التحقيق. وأراد به أننا لا نتمسك بالشرع على ثبوت جميع هذه الصفات السبعة، بل نتمسك بالشرع على صفة لا يتوقف الشرع ثبوت الشرع عليها. أما في غيرها أو في مطلق هذه الصفات نتمسك ببديهة العقل على يعني أسلوبين، هذا بديهة العقل جازمة هكذا، ثم أن أضدادها نقائص هكذا. نعم. ثم بعده وليس بعرض.